واشنطن تطرح عروضا جديده على صنعاء. عادت الإدارة الأمريكية إرسال مبعوثها إلى اليمن تيم ليندر كينغ إلى المنطقة لبحث التهدئة في البحر الأحمر والعودة إلى جنود السلام في اليمن حسب الإعلان الأمريكي. قالت الخارجية الأمريكية إن مبعوثها الخاص إلى اليمن ليندر كينغ سيتوجه إلى السعودية وسلطنة عمان هذا الأسبوع للقاء الشركاء لمناقشة الحاجة إلى الوقف الفوري لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن. أضاف بيان الخارجية الأمريكية أن ليندر كينغ سيجتمع مع المسؤولين الإقليميين لمناقشة الخطوات اللازمة لتهدئة الوضع الحالي وتجديد التركيز على تأمين سلام دائم للشعب اليمني. وحددت واشنطن ربط عملية دعم جنود السلام في اليمن لمجرد إيقاف الحوثيين الهجمات على البحر الأحمر وخليج عدن. يبدو أن واشنطن عازمة على طرح خدمة مغريات على صنعاء للوصول لإيقاف الهجمات البحرية وفق مصادر سياسية في وقت كانت صنعاء قد رفضت مغريات سابقة من واشنطن. وفق بيان الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ملتزمة إلزاما راسخا بدعم السلام الدائم في غرب اليمن وتخفيف الأزمات الإنسانية والاقتصادية المعقدة التي تضيق الشعب اليمني. وأضافت أن واشنطن تدعم العودة إلى جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة بمجرد أن يوجد الحوثيون هجماتهم التي وصفها البيان بالعشوائية. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.